السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في الضحى. حلقة اليوم إن شاء الله راح تكون مليئة بالمواضيع والضيوف أيضا اللي راح يتكلمون عن شتى أنواع المواضيع اللي بنتكلم فيها. فحياكم الله متابعينا من جديد ونقول لكم صباح الخير. صباح الخير زهر. صباح الخير عبد الرحمن، وصباح الخير على جميع المشاهدين والمتابعين والمستمعين. أكيد صباح الصحة التي هي الأغلى، وطبعا ولله الحمد مع إيجاد اللقاحات والعلاجات شيئا فشيئا القيود يعني صارت أخف. طبعا من بعد الأشياء اللي يعني شفنا المدارس عادت من جديد، شفنا القيود في الأماكن العامة، لله الحمد إن شاء الله يعني يخلص الوباء ونخلص من كل هذه القيود إن شاء الله، ترجع الحياة من جديد إن شاء الله. يعني الإجراءات قامت تخف وقمنا نرجع للحياة الطبيعية نفس ما كنا عايشين قبل بدون كورونا، لكن في ما زالت في اجراءات ان شاء الله راح تنتهي مع الايام القادمه ان شاء الله. اكيد من ضمن الاجراءات مشاهدينا يلي صار فيها تخفيف من القيود هي اجراءات السفر التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الاربعاء ان شاء الله. في هذا التقرير نشاهد هذا الموضوع وتفاصيل اكثر، نتابع معا. استمراراً في إجراءات الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء جائحة فيروس كورونا وضمن العمل بسياسة السفر، أعلنت وزارة الصحة العامة عدداً من التحديثات الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 6 أكتوبر. استبدال التصنيف الحالي للدول بقائمتين خضراء وحمراء، وجوب التوقيع على نموذج الإقرار والتعهد قبل الوصول إلى دولة قطر، استثناء المواطنين والمقيمين المحصنين بالكامل والقادمين من دول القائمة الخضراء، عدم إلزام المواطنين والمقيمين المحصنين بالكامل والقادمين من دول القائمة الخضراء بإجراء فحص PCR مع وجوب إجراء الاختبار خلال 36 ساعة من الوصول إلى دولة قطر، تحديث قائمة اللقاحات ذات الاعتماد المشروط لتشمل كل من لقاح سينوفاك ولقاح سبوتينيك في، إمكانية تفعيل تطبيق احتراز للمسافرين القادمين من خلال شرائح هاتف مصدرة دولياً دون الحاجة إلى شريحة هاتف محلية، وجوب التسجيل المسبق للأشخاص غير المقيمين عبر منصة التسجيل. التحديثات الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية السفر والعودة إلى دولة قطر في ظل الانخفاض الملحوظ لحالة الإصابة بفيروس كوفيد-19، مع التزامنا التام بجميع السبل للوقاية وحماية المجتمع من خطر الفيروس. إذا مشاهدينا تابعنا تقرير من إعداد الزميلة ضحى الحرباوي عن إجراءات السفر الجديدة في ظل كورونا والتي ستبدأ قيد التنفيذ من اليوم إن شاء الله، اليوم الأربعاء 6 من هذا الشهر. من هذا الموضوع مشاهدينا ننتقل إلى سؤال الأسبوع، وهو كيف تجعل الأطفال يعتادون على تحمل المسؤولية منذ الصغر؟ دائما نسعى لتعويد الأطفال إلى تحمل المسؤولية، فأكيد ننتظر إجاباتكم على تويتر لأخذها إن شاء الله غدا الخميس وأخذ أهم التعليقات إن شاء الله. زهرة، من السؤال الأسبوع نشوف شنو الأخبار المحلية اللي في جرائدنا اليوم. وأول خبر من جريدة الوطن يقول الفحص المبكر يزيد كفاءة العلاج. أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملتها التوعوية بعنوان الكشف المبكر هو المفتاح، بهدف تذكير السيدات بسهولة الخضوع للفحص المبكر لسرطان الثدي في مراكز الكشف المبكر بالمراكز التابعة لها، وتشجيعهم على إجراء الفحص في غياب أي علامات أو أعراض. وقالت المؤسسة أنها تشجع جميع السيدات في دولة قطر على حجز موعد لإجراء فحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك مع انطلاق الحملة المذكورة التي تستمر طوال شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن خدمة الكشف المبكر تعتمد على دعوة الجمهور في الفئات العمرية المستهدفة لإجراء هذه الفحوصات في الأجنحة المعتمدة بالمراكز الصحية المحددة لذلك.
طبعا يعني دعوة لجميع السيدات للكشف المبكر لسرطان الثدي والذي يساعد على العلاج كما تحدثنا البارحة مع ضيفتنا في الاستوديو. ننتقل إلى الخبر الثاني من لوسير واتفاقية تعاون للربط الإلكتروني بين جامعة قطر ووزارة الداخلية، حيث وقعت جامعة قطر ووزارة الداخلية اتفاقية تعاون تتضمن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بينهما وتبادل البيانات بما يحقق دقتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور من تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. طبعا مشاهدينا، تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العمل بين الوزارة والجامعة في مجالات الربط الإلكتروني وأيضا تبادل المعلومات، حيث تزود وزارة الداخلية جامعة قطر بالبيانات الشخصية للأفراد وأيضا للمستخدمين. زهرة، وثالث خبر من جريدة العرب يقول: نهائي أغلى الكؤوس في الساعة 7 مساء. حدد الاتحاد القطري لكرة القدم الساعة 7 من مساء يوم 22 أكتوبر الجاري توقيتاً لإقامة المباراة النهائية لكأس الأمير التي تقام على استاد الثمامة المونديالي في افتتاح سادس استادات نهائيات كأس العالم 2022 اكتمالاً. ووزع الاتحاد نشرة تفيد بتوقيت المباراة التي تجمع السد بالريان، فيما تم التأكيد على اللجوء المباشر لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون اللجوء إلى الأوقات الإضافية. إذا من هذا الخبر مشاهدينا ننتقل إلى الخبر الرابع من الراية، وفلكيا غرت شهر ربيع الأول غدا. طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون بدار التقويم القطري، فإن غدا الخميس الموافق للسابع من شهر أكتوبر 2021 هو غرة شهر ربيع الأول فلكيا، واليوم الأربعاء السادس من أكتوبر 2021 هو غاية شهر صفر لعام 1443 هجرية. وذكر المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبد الله الأنصاري أن هلال شهر ربيع الأول سيولد الأربعاء يوم التحري عند الساعة 2:06 مساء بتوقيت الدوحة. ومن الشرق، إطلاق تطبيق جديد للبث الحي بمواقع التواصل، تعرف على مميزاته. انطلق تطبيق فايرسايد لمساعدة المدونين والموسيقيين وغيرهم من صناع المحتوى المحترفين في تقديم العروض المباشرة مع توافر إمكانية التفاعل مع الجمهور. طبعا تم إطلاق التطبيق في وقت يركز فيه عمالقة التواصل الاجتماعي والشركات الناشئة على نحو متزايد على ميزات البث والتفاعل المباشر. وعلى سبيل المثال، يقدم تويتش ويوتيوب بثا حيا للفيديوهات، بينما أطلق فيسبوك وتويتر خدمة المحادثات المباشرة في غرف صوتية. طبعا هذه كانت جولة في صحفنا المحلية. مشاهدينا، أمس تم تكريم المعلمين بمناسبة الاحتفال بيوم المعلم، فخلونا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم نستكمل باقي الفقرات. تقديراً لجهود المعلمين في دولة قطر واعترافاً بدورهم الأساسي كركيزة للعملية التعليمية، نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي احتفالية لتكريم مجموعة من المعلمين المتميزين في الدولة. التكريم الذي أقيم تحت شعار رسول العلم شكراً شمل 100 من المعلمين والمعلمات ممن أمضوا في مهنة التدريس أكثر من 30 عاماً. طبعاً في هذا اليوم احنا كوزارة التعليم والتعليم العالي نحب نقدم التهنئة والشكر الجزيل للمعلم على دور الكبير، خاصة يعني في توصيل المعارف والمهارات إلى أبنائنا الطلبة والطالبات في هذا اليوم. بالنسبة للمعلم، يعتبر هو الركيزة الأولى في تربية وتعليم الأجيال التي سوف تقام عليها الدولة. وتقدم الشكر للجميع على اختياري كمعلم في هذا التكريم. ولم يقتصر التكريم على المعلم القطري، بل كرمت الوزارة أيضاً مجموعة من قدماء المعلمين العرب المقيمين الذين ساهموا في مسيرة التعليمية للدولة. وقد تمن المكرمون الذين ينتمون لدول عدة هذه البادرة الطيبة. نتقدم إلى وزارة التعليم والتعليم العالي باسم جميع المدرسين والمعلمين في وطننا الحبيب قطر بأسماء آيات التهنئة والتبريك، ونبارك لإخواننا المدرسين والمعلمين في جميع المراحل الدراسية، ونتمنى لهم دواماً أو عاماً سعيداً كريماً للجميع. التكريم يعد كذلك مشاركة للدولة بالاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف يوم 5 من أكتوبر من كل عام،
كما يهدف الاحتفال إلى تقدير دور المعلمين في تعليم أجيال المستقبل وترسيخاً لمبدأ الوفاء بحقوقهم والوعي بمهنة التدريس وتوفير التدريب الملائم والتنمية المهنية المستمرة لهم. إذا مشاهدينا ما زلنا في نفس السياق وحول موضوع المعلمين وتجسيدا لكل معاني الوفاء والتقدير لجهود المعلمين وعرفانا بدور المعلم ومكانته ودوره الفاعل في بناء المجتمع، احتفلت وزارة التعليم والتعليم العالي بيوم المعلم للعام 2021 وتحت شعار رسول العلم شكرا. طبعا معنا اليوم مشاهدينا في الاستوديو معلمات تم تكريمهن، ونبدأ معنا السيدة نوال عبد الله اليافعي وسيدة جميلة عبد الله اليافعي، وعبر الاتصال معنا الأستاذة هنادي عبد الرحمن فخرو. فصباح الخير عليكم جميعا. صباح النور. أهلا وسهلا، حياكم الله. وشي معنا في الاستديو، فخورين فيكم صراحة على اللي قاعدين تقدمونه لأبنائنا أخواننا وحتى اللي قدمتوه لنا وإحنا صغار. ففي البداية أنا بنتكلم مع جميلة، الحديث يعني نتكلم عن يوم المعلم في قطر والتحديات اللي واجهت المعلمين في أوقات كورونا، يوم كانت الدنيا كلها مسكرة وكان التعليم عن بعد. نعم، أولاً أنا أريد أن أهنئ في البداية كل المعلمين على جهودهم ونهنئهم على هذا التكريم، يستاهلون طبعاً هذا التكريم، جهود كبيرة. هي ربما التكريم هذا العام يعني مختلف وبنكهة أخرى تماماً، يعني أنا كرمت قبل عامين، ولكن هذا العام كان التكريم بشكل آخر، التكريم كان له نكهة ثانية وكان له فرحة أخرى تماماً، يمكن عشان جائحة الكورونا والوضع فعلاً الراهن كان وضع مختلف تماماً. التحديات فعلاً كانت تحديات كبيرة أمام المعلم، سواء المنهج الذي لا يتناسب مع هذه المرحلة، التعليم عن بعد، التعلم عن بعد كان مشكلة كبيرة مع المعلمين، كان بعض من المعلمين غير مهيئين أصلاً للتعليم عن بعد. نعم، للتعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني كان صدمة وكان مفاجئ لهم، سواء كان طالب أو معلم أو متعلم نفس الشيء. أكيد. فكان فعلاً مشكلة. أيضاً العامل النفسي، العامل النفسي كان له تأثير كبير، يعني هذا البعد المكاني بين المعلم والطالب في التعليم عن بعد كان مشكلة كبيرة ما حد متعود عليها. كذلك المعلم بشر، المعلم بشر يخاف حالنا، فكان البيئة التعليمية كانت بعد يعني بيئة ربما غير مناسبة في جائحة الكورونا. هو يداوم ويؤدي واجبه في التعليم الإلكتروني ولكن هو خائف على نفسه وعلى عائلته. أكيد كان تأثير القلق كبير على الجميع، معلم وأطفال. أكيد. نعم نعم أكيد. يعني في وسط هذه، يعني الأستاذة نوال، يعني وسط هذه التحديات أكيد يستحق المعلم التكريم، ماذا يعني هذا التكريم لكم؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً أول شيء أنا سعيدة على هذه الاستضافة وإن شاء الله تكون إضافة جديدة أو جيدة لكم إن شاء الله. نورتونا. الله يخليك. بخصوص طبعاً أنا أكيد سعيدة جداً بهذا التكريم، والتكريم هذا يعتبر تقدير للمعلم أو لجميع المعلمين، يعني ليس فقط المكرمين. التكريم هذا اللي حدث في تاريخ 5 أكتوبر من كل عام، جميع المعلمين هم مكرمون صراحة، مكرمين يعني دائما ويحتفى بهم دائما. نعم. طبعا أنا سعيدة بهذا التكريم وبتقدير الدولة لي ولأمثالي من المعلمات والحمد لله، ويعتبر هذا تشجيع وحافز لجميع المعلمين أن يحتذوا بهذا الحذو ويصبروا على ما يعني المتاعب هذه المهنة. أكيد. وهي مهنة سامية صراحة، وما حد يعني يقدر يتم في هذه المهنة إلا من يحب هذه المهنة. هذه المهنة فعلا. أكيد أكيد. الله يعطيكم العافية. أكيد. والله الله يقويكم يا رب. طبعا الجميع. طبعا احنا نوجه حاليا السؤال للأستاذة هنادي معنا عبر الهاتف، ونسألك يعني ماذا يستطيع أن يقدم المعلم وسط هذه التحديات؟ طبعا تستحقون التكريم، ولكن تحديات وأشياء يقدمها المعلم، ماذا يعني تنصحين كل معلم كيف يتجاوز هذه التحديات؟
اولا سعيده بهذه الاستضافه، واشكركم اخ عبد الرحمن واختي زهره، واشكر تلفزيون قطر على هذه الاستضافه الجميله. طبعا النفس تميل لمن يكرمها وتميل الروح لمن يرقى بها. كان يوم مميز الصراحه، قبل لا اقول لك ارد على السؤال، كان فعلا يوم مميز وجميل. نشكر الوزاره لانه فعلا يوم التكريم هذا يرقى بالمعلم ويعلي من شانه. سبحان الله، كل تعب كل معاناة لمسناها في خلال الفترة اللي راحت زالت من خلال التكريم اللي شفناه أمس. وفعلا كان مثل ما قالت الأخت، كان يوم أنا ما حضرت قبل، هذه أول تكريم يعني، لكن سبحان الله كان فعلا لا طعم ولا نكهة مختلفة، يعني حسينا شوية بإحساس. سؤالك لأختي زهرة اللي هو نصائح للمعلمين لتجاوز هذه الأزمة، تجاوز هذه التحديات. طبعا شوفي، انا دائما يعني انا من بالنسبه لي انا من المشجعين لدخول مجال سلك التدريس، لان فعلا هي ما اعتبرها، بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي، ما اعتبرها مهنه، لان شعوري فيها يعني شيء يعني اعشقه، تربطني فيه علاقه حلوه بطالباتي. فانا بالنسبه للتدريس انصح زملائي اول شيء بالصبر، لان هي مهنه انسانيه. أكيد. رقم واحد هي مهنة إنسانية، يعني على قدر عطائك لها راح تعطيك المهنة هذه، على قدر العطاء اللي تعطينا للطلاب والطالبات سبحان الله راح تلقينا مع الأيام بعد هالسنين كلها. أنا هذا الشيء لمسته سبحان الله، وإحنا في بلد مثل قطر كبرنا وإحنا نشوفها تعطي حب كل من يطرق بابها، فسبحان الله هاي تعلمنا وطبقنا في منهجنا في حياتنا العملية في التدريس. فمثل ما قلت لك، أنصح المدرسين يتعاملون معها كمهنة يعشقونها، يعطون طبعا ما شاء الله اللي كرموهم كلهم معطائين، والدليل أنهم بقاء في مهنة التدريس كل هالسنوات بعطاء، يعطون بحب وبرضى. أكيد أكيد. الجائحة اللي صارت سبحان الله، الجائحة اللي صارت كانت مثل ما قالت الأخ، كان تحدي كبير. أكيد. صدمة يعني، الجميع يستحق التكريم طبعا. اكيد اكيد. سؤالنا موجه للاستاذه جميله. في يعني قطر حاليا مهتمه بالتعليم بشكل كبير، نشوف مثلا المدارس الجامعات اللي قاعده تصير في قطر. لو نتكلم عن اهتمامها وتصدرها في هذا المجال. نعم، يمكن الكثير ما يعلم ان دوله قطر في العام 2018 تصدرت الدول العربية في جودة التعليم. حسب مؤتمر اقتصادي عالمي، وكذلك كانت الخامسة على دول العالم، 137 دولة كانت مشاركة في الاستبيان أو الإحصاء. وكذلك حازت اليونسكو على ما أعتقد، ما أدري في أي عام، أيضا حازت على أكبر معدل في محو الأمية الدول العربية، وهذا أكبر دليل على أن دولة قطر دولة قطر تهتم فعلا بالتعليم ولا تبخل على التعليم. والدليل أن احنا فعلا مصنفين الأول عالميا في جودة التعليم. تعرفون أن في عام 2018 هذا العام صرفت الدولة على التعليم 20 مليار ريال. طبعا مش 20 مليون، 20 مليار ريال قطري. اكيد اكيد، دائما يعني دولة قطر سباقة في هذه الامور. ولكن مشاهدينا حاليا يعني سنبقى مع الضيوف، ولكن فاصل ونعود. عدنا لكم من جديد مشاهدينا، وما زلنا في موضوع تكريم المعلم ويوم المعلم، والسيدة هنادي ما زالت معنا عبر الاتصال الهاتفي. أستاذة هنادي، سؤال فيما يتعلق مهنة التعليم والتدريس. معظم الشباب يتجهون حاليا للوظائف الأخرى خوفا من مهنة التعليم والصعوبات التي يعاني منها المعلم. رسالة للشباب لتشجيعهم على يعني امتهان مهنة التعليم والتدريس. والله شوفي، انا مثل ما قلت لك المره من شوي، ان هي مهنه فعلا مثل كل المهن، مهنه مجهده، متعبه،
يعني ما نقول لك مثلا، لكن ككل المهن. لكن سبحان الله مهنة مثل ما قلت لك بالساعة إنسانية ترقى بروح الإنسان، يعني تعطيك ناتج لها. يعني يكفي الإنسان لما يروح، أنا يعني أتكلم عن نفسي، أنا لما أروح مكان أو أشوف واحدة من طالباتي موجودة وتستقبلني بكل حب، هذه طبعا أجمل عطاء يرقى بالمعلم يعني. فأنا أنصحهم، أنا أنصح دائما أنا المشجعين دخول مجال سلك التدريس، فعلا مهنة إنسانية راقية يعني. وأتمنى يعني أتمنى أن ما يكون في عزوف من ولا يسمعون الكلام اللي متداول أن المهنة هذه، لا بالعكس، أنا أيد دخول. يكفي طبعا، يكفي أن أول لقاء بين جبريل عليه السلام ورسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بدأ بقوله اقرأ. أكيد. ما أعتقد أن في أهم من يعني التعليم. أكيد جميل. أكيد أستاذة هنادي، نتمنى أن في حد من الشباب والبنات يسمعنا الحين أو يسمعك ويتوجه للتدريس أو امتهان التدريس. سؤالنا إلى الأستاذة نوال، كونك من المكرمين أمس، نبارك لك مرة ثانية. هل في معايير مثلا أو أساسيات لتكريم المعلمين، ولا بناء على شنو يتم تكريم المعلم؟ هو طبعا أول شيء أشكرك على المبارك لهالشيء، وبس بالنسبة للشروط هو يعني على حسب عدد سنوات الخبرة. يعني لأكثر من 25 سنة يتم تكريمهم، هو هذا المعيار الأساسي، يعني هو على حسب عدد سنوات الخبرة. جميل جميل جدا. أستاذة جميلة، كمان وجه يعني السؤال لحضرتك، موضوع التعليم المعلم، حكينا بشوي عن العقبات والأشياء التي يواجهها المعلم، ولكن نحتاج يعني لكلمة للشباب يعني الطلاب، دائما بيكون المشاغبة من قبل الطلاب يعني هي العقبة الأكبر، إيصال المعلومة للطالب والتعامل مع الطالب. رسالة من حضرتك للطلاب لكيفية التعامل واحترام المعلم وتقدير هذه الجهود. شوفي، أنا ممكن هالسؤال الأجدر بأختي نوال هي اللي تجاوب عليه. أنا بس أبي أوجه كلمة للخريجين الجدد والخريجات. الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا أستاذة هنادي الخاطر ما قصرت يعني أسبت في الكلام، لكن نذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت معلما، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فالعلم المعلم مقدر، وهو بمنزلة ومكانة الرسل والأنبياء، يعني يؤدي رسالة وأمانة عظيمة. فيعني هنيئا به من يكون معلما. ليش الخريجات والخريجين، يعني أتوجه لأبنائي وبناتي، توجهوا للتعليم، لماذا لا؟ لماذا لا؟ يعني أمانة عظيمة، نعم مسؤولية، ولكن أنتم بقدر هذه الأمانة وبقدر هذه المسؤولية. أكيد. نحتاجكم، نحتاج الوطن يحتاجكم، المتعلمين يحتاجكم. كيف سنطور؟ المعلم يخرج من تحت يده المهندس، الطبيب، كل شرائح المجتمع هي من تحت يد المعلمين. صحيح. إذن كيف سنطور البلد من غير معلم، من غيركم، من غير مساعدتكم؟ الشيخ تميم بن حمد الثاني، ما ننسى إن قال قطر تستحق الأفضل من أبنائها. طيب أين هو الأفضل؟ نحن نريد الأفضل ونتوقع الأفضل منكم. أكيد أكيد. أستاذنا تتكلم عن نفس الموضوع، ما شاء الله يعني ما قصرت والله أختي، قالت يعني أنا كنت حابة يعني أن سؤال كان موجه للطلاب وكيفية التعامل مع المعلم، يعني كيف يجب يعني نوصل رسالة للطلاب وأهالي الطلاب عن تقديس وتقدير المعلم وكيفية التعامل مع المعلم. بقول شيء، هو يعني الحمد لله رب العالمين، يعني احنا كلنا نعرف بالنسبة لرؤية قطر 2030 أن التنمية المستدامة يعني هي هدف تحقيق التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة في المجالات الأربع كانت أولها كان التنمية البشرية. فالتنمية البشرية هي عبارة عن شنو؟ أن احنا نبني الجيل صالح وقادر على أن يخوض هذا التحدي. هذا يعتبر تحدي بالنسبة للطلاب، انه هو الحين شايف من ان هذا الشيء لا تعب، وفي هاي تحدي يجب على الطالب ان يخوض هذا التحدي. من خلال ايش؟ من خلال انه هو اكيد الاحترام للعادات والتقاليد، من خلال الجد والمثابره والاجتهاد. هذه الامور كلها هي اللي تسعد المعلم، المعلم يكون سعيدا بان الطالب حقق هذه الامور، وبالتالي يحقق النجاح باذن الله
والله يوفقهم باذن الله. الله يوفقكم ان شاء الله ويوفق الجميع. يعطيكم الف عافيه على تواجدكم معنا اليوم في الاستديو، الاستاذه نوال عبد الله اليافعي والاستاذه جميله عبد الله اليافعي، وايضا عبر الهاتف الاستاذه هنادي عبد الرحمن فخرو. يعطيكم الف عافيه. شكرا للجميع. إذا مشاهدينا لازلنا في نفس السياق ومجال التعليم، وأكيد ننتقل إلى مكتبة قطر الوطنية، ما فيها وما لها من فعاليات وأنشطة في هذا الشهر، نتابع معا ونعود. أهلا وسهلا فيكم في مكتبة قطر الوطنية. طبعا فعالياتنا في شهر أكتوبر متنوعة، عندنا العديد من الفعاليات لتخدم جميع أطياف المجتمع. عندنا فعاليات للأطفال، فعاليات لليافعين، للمعلمين وحتى أولياء الأمور. من الفعاليات اللي عندنا سوف تقام ورشة بعنوان التصوير الفوتوغرافي الاستشراقي، هي على هامش معرض بين العلم والفن في المكتبة التراثية، بالإضافة إلى ورشة بعنوان اصنع كاميرتك الخاصة. عندنا فعاليات للأطفال عن قصص وحكاية تناسب أعمارهم. كذلك عندنا فعاليات لليافعين التي راح تكون اختر تخصصك الجامعي وكيفية التميز الأكاديمي. بعض الفعاليات راح تكون عن طريق الانترنت وبعضها راح يكون في المكتبة، مثل حفل الأوركسترا الذي سيقام في 6 أكتوبر سيكون في المكتبة، بالإضافة إلى فعاليات مهامش على هامش المعرض العلم والفن راح يكون في المكتبة التراثية هنا في المكتبة إلى نهاية ديسمبر. أما فعالية اصنع كاميرتك الخاصة سوف تكون في استديو مطاف. مسابقة جف هي تختص لليافعين من عمر 12 إلى 18 سنة بهدف تعزيز التصميم الابتكاري والإبداعي لديهم. راح يكون في 3 فائزين في هذه المسابقة راح ينضمون للجنة التحكيم في مهرجان أجيال السينمائي. الفعاليات التي تقام في المكتبة للدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية راح تكون ورشتين، هي المذاهب الفقهية في دولة قطر، راح تتكلم عن انتشار المذاهب الفقهية في دولة قطر والعلماء الذين عاشوا في الدولة وتكلموا عن هذه المذاهب، بالإضافة إلى جهود المؤسس في نشر وطبع الكتب الدينية. بالثقافة العربية عندنا ورشة الخط العربي التي تتكلم عن أهمية الخط وجمالية الخط العربي. في عندنا ايضا حفل الاوركسترا القطريه الذي يقام في مكتبه قطر الوطنيه في 6 أكتوبر، طبعا هذه اول فعاليه تصير في المكتبه بعد الافتتاح التام في المكتبه. الاحترازات اللي احنا ماخذينها طبعا هي احترازات الدوله، اللي لازم الشخص يكون مطعم جرعتين ولازم الاحتراز يكون اخضر، بالاضافه اللي احنا قللنا عدد الحضور في المكتبه الى تقريبا 47 شخص. احنا حاليا في مكتبة قطر الوطنية، لغينا نظام الحجز المسبق لزيارة المكتبة، بإمكان الزوار يشرفونا في أي وقت، وأهلا وسهلا فيكم في مكتبة قطر الوطنية. حياكم الله من جديد متابعينا من مكتبة قطر الوطنية، رجعنا الاستديو. بنتكلم اليوم عن مشروع القحفية. مشروع هو عبارة عن، طبعا القحفية معروفة أنها هي قبعة عربية تقليدية معروفة في قطر والعالم العربي، طبعا هي تشكل جزء من اللباس التقليدي للرجال في أرجاء الوطن العربي، ففي مسميات لها مثلا القحفية، في طاقية وغيرها. طبعا اليوم بنتكلم مع محمد الحمادي، هو مؤسس مشروع قحفية، نتكلم معاه نعرف عن شنو مشروعه ونشوف شنو يعني، نشوف ما شاء الله الكبات الجميلة هذه اللي من مشروعك. يعطيك العافية. بداية حاب أشرح أول شيء مسمى قحفية. مسمى قحفية مشتق من اللغة العربية الفصحى، من كلمة قحف اللي هو سقف الرأس، وأي شيء يغطي سقف الرأس عندنا في اللغة العامية صار يسمى بقحفية، اللي هو اشتق منه اسم القبعة التقليدية اللي هي القحفية. تأسس المشروع في 2017 كمشروع تخرج وأنا أدرس. في البداية كنت أنا مستخدم للكابات هذه أو القحفية هذه، ومع الوقت اكتشفت إعجاب الشباب من حولي وإعجاب الناس من حولي، فبدأوا إعجابهم، فكرت فيها أن قلت أن أبدأ أسوي حق الشباب. بعد شوي شوي تطور المشروع ودمجت ما بين التكنولوجيا والتاريخ الثقافة العربية، ودائما أحب أدمج ما بين الثقافة العربية والتكنولوجيا، نسوي شيء عصري يواكب العصر
جميل. يعني أستاذ محمد، قحفية براند، اسم يجمع بين الحداثة والشيء التقليدي، جميل اسم، كيف استوحيت هذا الاسم يعني بشكل عام؟ في أثناء دراستي كنت أنا دائما أفكر في اسم يكون ملفت، يكون شوي غريب، يكون الناس مثلا لما تسمعه تتذكره، تقدر تمدله بصلة، وهاي من أساسيات الاسم يعني الفعال، اسم البراند، اسم البراند الفعال. ففكرت في اسم قحفية وأضيف عليها اسم براند لنوع من الأناقة، ولا نوع من ندخل في عالم الأزياء شوي فيها. فاخترت هذا الاسم. في نفس الوقت أنا لجأت لأصل الاسم اللي هو بيعرف ليش سموه قحفية، اللي هو مثل ما قلت لكم في البداية اللي هو جاء مشتق من كلمة قحف اللي هي سقف الرأس. يعني محمد نشوف احنا أشكال عديدة يعني، فلو نتكلم عن مثلا هذه المها، فلو نتكلم يعني عن الخامات اللي تستخدمها أنت للكبات، وليش تستعمل يعني أغلب الديزاينات تكون تراثية، مثلا المها عندك نكشة الغترة الحمراء الشماغ، فكلمنا عن هذه الأشياء. حيوان المها طبعا هو الحيوان الوطني لدولة قطر. استوحيت هذا التصميم بصفة أن الحيوان مهدد بالانقراض، فشيء مهم أن احنا نوعي الناس أن هاي الحيوان مو بس قطري، هاي الحيوان عربي، ولازم احنا نحافظ على المها العربية مثل ما احنا سوينا. يعني مشكورين هني دولة قطر سووا محميات حق حيوان المها كثيرة، وكل تصميم أنا يعني أصممه ولا أسويه أستوحيه من الثقافة العربية، أحاول قدر الإمكان. الشماغ للناس، أكثر الناس اللي ما تعرفه، الشماغ هو محدد على الدول، وكل دولة لها لون للشماغ، بس أساساً نكشة الشماغ شلون طلعت؟ هي كانت تحاكي شباك الصيد. في مقولة تقول أن كانوا يحاكون شباك الصيد، لشباك الصيد أن دري على التاريخ واللي إحنا عندنا في صيد السمك واللولو وغيره. فالشماغ هو نشوف هلا حاليا استاذ محمد، هلا نلاحظ في صور، لو نعلق على الصور الموجوده، هي صوره يعني هذا الرمز او شعار هذا الشماغ، مكتوب هذا مكتوب الشماغ بالخط العربي. جميل جميل. طيب وعندنا هون كمان صوره كمان. طبعا اثناء التصميم حق كل القبعات انا دائما افكر في وزن القماش ومدى قابليته لل يعني انه يتحمل الحراره هنا عندنا، ويكون في قابليه للتهوئه. بس نشوف احرف كمان عربيه، كانه عم تحاول دائما تخلي الاحرف العربيه والاشياء ترتبط بالثقافه العربيه بشكل عام. صحيح صحيح، وهذا طبعا سبب من الاسباب اللي خلاني احصل دعم كبير من قطر، من مركز بدايه وسكيل 7. يعني هم شاكرين، دعموني بشكل جدا كبير. جميل. نفس الوقت شاركت في سنة ثقافية ما بين قطر وروسيا، فبصفته أنه شيء ثقافي أكثر من ما هو مشروع تجاري. جميل جدا. إذن لاحظنا ما شاء الله بحثك في موضوع الثقافة، بحثك في موضوع التاريخ، لحتى توصل لبراند يمثل دولة قطر، يمثل الثقافة العربية بشكل عام. مشاركتك بالمعارض، لو نتحدث يعني نحن بنحاول نعمل معارض داخلية، هل توجد معارض خارجية لإيصال هذه الأفكار وهي إن شاء الله الصناعة لخارج قطر؟ سكيل 7 طبعا هو مشروع من ضمن واحد المصممين في مشيرب M7، عندهم برنامج اللي هو تسريع نمو الشركات، ومن خلال هالبرنامج هم ساعدوني ان انا اطلع للخارج، علموني الطرق اللي ممكن انا اطلع فيها للخارج واوصل للعالمية. ممكن بصفتي انه يعني مشروع ثقافي، حاولوا قدر الامكان انهم يعدلون معي في المشروع في التصاميم، ان انا استهدف فيها الغرب اكثر من ما انا استهدف فيها العرب. طيب ضفت افكار جديده يعني تناسب الغرب؟ الافكار المستقبليه اللي عندي طبعا هي ابيات شعر مقتبسه من شعار قدامى مثل الامام الشافعي وغيره، احكيها في قصه على نوع من القبعات، تكون تصميم جميل. جميلة. خلاقه ما شاء الله. ما شاء الله تطلع بافكار غريبه صراحه بس جميله. نتمنى لك طبعا التوفيق. بما ان احنا مقبلين على كاس العرب وكاس العالم 2022، في تصاميم مثلا مجهزها لهذه شيء طبيعي انه مثلا يكون في تصاميم، بس التصاميم اللي انا مجهزها غير رياضيه، انا دائما افضل ان التصاميم تكون ثقافيه، فممكن انا استوحي
من يعني الافكار اللي في الماضي تكون عندنا واسويها يعني اروجها كالوان على نقشه السد ولا على شيء شيء دعما للفرق. في هني عندي انا الكاب السد ومحوله على على الوان علم دوله قطر. جميل جميل جدا. فمن هالكاب انا ممكن احوله لدول ثانيه. اي اللي هو الاسود. اي نعم أسود. اللي هو هذا الكاب الاسود. طريقه انيقه ان انا ما بالغ يعني في ابراز اللون بشكل كبير لكن في نفس الوقت الفكره توصل. جميل. اكيد حابين احنا نتحدث ايضا عن موضوع مشاركتك بمعرض مصممو الغد، نتحدث عن هي المشاركه. مصممو الغد هو طبعا مبادره من مركز بدايه. اشتركت في المبادرة هذه وبالفعل يعني كان الإقبال عليها جدا حلو. والهدف منها طبعا هو انتشار البراند انه قدر الامكان يحاولون انهم يساعدونا ان احنا نطلع في المشاريع الإقطارية هذه يعني لعامة الناس في قطر. ولعل يمكن الشيء اللي خلاني ان انا ابرز في هذه الاشياء ان انا يمكن من الأقلية الشباب اللي عندهم مشاريع تهتم في الازياء الشبابية. نعم طبعا احنا شايفين هلا بالمعرض وطبعا بعض القطع طبعا للنساء مصممات ازياء يعني نساء وايضا في قطع يعني مشاركين فيها مصممون. فما شاء الله ما شاء الله كان المعرض يعني غني وشارك فيه الكثير من المصممين والمصممون مصممات القطريات. طبعا اني حابه اسالك عن موضوع يعني دائما الشباب بيخافوا دخول مجال يعني التصنيع او ابتكار افكار جديده خوفا من عدم ايجاد المواد الاوليه ومواد التصنيع. هل ايجاد المواد موجوده يعني هي داخل قطر؟ هل في صعوبه لتامين هذه المواد؟ الصعوبه والمواجهات هذا شيء طبيعي تكون موجوده. لعل اكثر مواجهه ممكن يواجهونها الشباب في قطر او الناس بشكل عام اللي في مجال الازياء هي قله البيع في قطر. مثلا البيع عندنا احنا حق المنتجات هذه لازم يكون في شيء جديد اول باول. شهر بشهر ولا شهرين بشهرين. عكس مثلا اللي ممكن يفتح مطعم يسوي وجبه وكل يوم الناس بتجي له بتاكل نفس الوجبه. صحيح. فالابداع هو عنصر جدا مهم والشخص اللي داش من المجال من غير حب عاده ما يحس بنوع من انواع الملل. والاحباط اوقات. الاحباط والملل وغيره. من المشاكل المواجهات اللي واجهتني هو عدم ان توفر الخامات المطلوبه حق جونا اللي الموجود هنا. فاغلب الوقت مثلا في برا في الغرب يفضلون ان القبعات تكون مسكره بالكامل من الخلف واللي ممكن يسبب لهم نوع في قطر يعني ممكن يسبب لنا نوع من انواع الحراره والحساسيه. فهذا الشيء كان المفروض ان انا اركز عليه وحاولت قدر الامكان انا اخفف وزن القبعه بحيث انها تكون يعني مريحه في اللبس. حلو. جميل جدا. نلاحظ يعني بعد الشبك اللي ورا عشان يدخل الهواء حق الراس. صحيح. يعني الواحد مرتاح طبعا. طيب من ما شاء الله يعني من مشروع تخرج لين مشروع على ارض الواقع نبي كلمه اخيره منك لاخواننا واخواتنا اللي يتابعونا اللي عنده هوايه اللي شباب اللي يبون اللي حابين التصميم بس ما مبقى محصلين فرصه مثلا كلمه اخيره توجه. في النهايه هو الشخص المفروض يفتح شيء حبا في الشيء. بغض النظر عن الامور الماديه، الامور الماديه مهمه لكن مو باهم هو استمتاعه بالشيء هاي. لما بديت المشروع انا بديته كمشروع تخرج وانتقلت فيه في مراحل يعني كثيره يعني ما وقفت على اول مره. فتحت محل وفشلت. محل متخصص في الكابات وفشلت، لكن انا ما اعتبر ان هذا الفشل يعني فشل يخليني اوقف، لا بالعكس خلاني ان انا استمر. في نفس الوقت حاولت اتوسع في المشروع فتره جدا يعني بدري ان انا اتوسع فيها وفشلت. فهالشيء يعني ما احبطني بالعكس لان انا حاب الشغله وتعلمت منها. فمع الوقت انا اقول حق الناس ان اذا انت حاب الشغله ادخل فيها مهما المواجهات يعني جت لك حاول انك تتخطاها وتستمر فيها. جميل كلمه جميله، اذا انت تحب شيء تخطاه واستمر فيه. طبعا يعني نحن نشكرك استاذ محمد الحمادي صاحب مشروع القحفيه براند، نشكرك على هذا الدافع على هذه الافكار وما لكل ما تقدمه دوله قطر داخل قطر وخارج قطر. حياك معنا. طبعا مشاهدينا يعني بعد هذه المشاريع الجميله وما شاء الله شباب واعد يقدم كل ما هو جديد ومفيد لدوله قطر نروح فاصل ونرجع إن شاء الله.
إذا مشاهدينا عدنا من جديد. ما شاء الله حلقتنا عبد الرحمن غنية، فقرات كثيرة، ضيوف ما شاء الله منورين الاستوديو، لسه عنا ضيوف أيضا. عجبتني فكرة القحفية براند، يعني اسم رنان بتحسه بيرن بالإذن، صح؟ أكيد، يعني حلو الواحد يكون مميز بشيء، يعني تشوفي مستوحى من يعني الاسم متداول بين الجميع، لكن حلو انه فكر فيه انه يستعملها كاسم براند. صحيح، ويخدم فيه دولة قطر، ويعني يضيف اضافة جديدة لعالم التراث. اذا مشاهدينا من موضوع المشاريع ننتقل الى نادي الفلك بجامعة قطر، والذي ينظم ايضا وفرع الفلك برابطة خريجي جامعة قطر يومي 9 و10 من شهر اكتوبر الجاري مؤتمر علم الفلك بنسخته الخامسة وتحت اسم أستروكون 21، وبمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء والباحثين في هذا المجال من بلدان مختلفة في العالم، إلى جانب مختصين وأيضا أكاديميين مشاهدينا، طلاب ومهتمين من المؤسسات البحثية الأكاديمية وأيضا الجمهور. للحديث مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عبد الرحمن محمد رجب، رئيس فرع الفلك في رابطة خريجي جامعة قطر. حياك الله معنا وصباح الخير. صباح النور، السلام عليكم، اهلا وسهلا. حياك الله معنا المهندس عبد الرحمن. في البدايه يعني مؤتمر أستروكون، تعطينا نبذه عن هذا المؤتمر وشنو هي اهم المواضيع اللي راح يتم مناقشتها في هذا المؤتمر، يعني بشكل عام؟ طيب انا اولا، مؤتمر أستروكون هو تنظيم طلابي بدأ في نادي الفلك جامعة قطر في سنة 2017. كان التنظيم إن هو إحنا كنا عايزين نعمل يعني حاجة تجمع كل المهتمين بالعلوم الفلك في دولة قطر في مكان واحد تحت عنوان كان فعالية كبرى. وبعدين في سنة 2017 عرفنا إن إحنا نعمل نسخة عن يوم واحد، صفنا متحدث واحد من خارج دولة قطر ومتحدثة من السفارة الأمريكية كانت أونلاين معانا، وكان معانا متحدثين من دولة قطر برضو. بعدين حصل تطور في التنظيم، بقينا في نسخة تانية في 2018 عرفنا إن في متحدثين من قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية السفارة الأمريكية، ولبنان، أسبانيا، عمان، وإيران، وألمانيا. وبعدين تطور الموضوع أكثر، فعرفنا إن إحنا ننظم المؤتمر خارج جامعة قطر في سنة 2019 في باستضافة متحدثين من قطر والولايات المتحدة برضو، وأسبانيا والأردن ولبنان وعمان وإيطاليا واليابان. وبعدين بعد 2019 تم النسخة دي، تمت قبة الصوية الفلكية في كتارا. حاولنا إن إحنا نعمل نسخة أكبر، ولكن بسبب الظروف بتاع جائحة كورونا توقفنا، وكان قدامنا فرصة، يعني قدامنا كان يعني اختيارين، يا اما نكمل المؤتمر يا اما نوقفه. وبالفعل في يعني قررنا ان احنا نكمل المؤتمر، وعملنا نسخة مصغرة، كانت نسخة اونلاين، نسخة 2020. جميل، خامسة للمؤتمر. جميل استاذ عبد الرحمن، يعني جهودكم واضحه في اثراء هذا المؤتمر لاستضافه واضافه ضيوف ويعني اشخاص من خارج دوله قطر. ما هو جديد النسخه الخامسه والتي هي نسخه هذا العام؟ نسخه 2021 اللي هي النسخه الخامسه عندنا، يعني هي النسخه الاكبر والاكثر تحدي، لانها تم تنظيمها في ظل ظروف الكورونا، وفي متغيرات كثيرة كانت، يعني كل يوم في متغيرات مختلفة بسبب الإجراءات الاحترازية وظروف السفر. ولكن النسخة الخامسة عرفنا إن إحنا نجيب متحدثين من 10 دول برعاية السفارة الأمريكية، بمشاركة البيوت الشباب القطرية كشريك سياحي، وباستضافة قبة السفارة الفلكية بكتارا. معنا متحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا والأردن والمغرب وفلسطين ومصر والسعودية وألمانيا وعمان وتونس. وأيضا عندنا المعرض التفاعلي اللي بيضم ركن تفاعلي افتراضي يشارك فيه جمعيات الفلك من دول مختلفة ومبادرات من دول مختلفة أيضا. وأيضا بيشارك فيه برضه في المعرض التفاعلي ركن تفاعلي للأطفال وركن تفاعلي للمبادرات من داخل دولة قطر. وعندنا أيضا هذا العام معرض فني يخدم كفعالية ترفيهية في المؤتمر،
وطبعا يعني العديد من الورش المختلفه التي تم تقريبا في المؤتمر. نعم. لو نتكلم عن صدى مؤتمر استركون، يعني شلون الاقبال؟ كونه وصل للنسخه الخامسه هاي دليل على نجاح هذا المؤتمر، فكلمنا عن الاقبال، التفاعل معاكم خلال هذا المؤتمر. طيب احنا النسخه العام احنا فتحنا تسجيل منذ ايام، والتسجيل احنا بسبب الاجراءات الاحترازيه تم يعني في يعني تحديد العدد ب 100 حضور فقط داخل القاعه. وبالفعل يعني اول ما فتحنا باب التسجيل في اقل من يوم، يعني اكملنا العدد ال 100 على طول في اقل من يوم، وفي اقل من يومين برضو عملنا يعني زيد من كان زاد 150 هيتم مشاركتهم طبعا عن طريق الاونلاين، لان السنه دي الميزه برضو بتاعت النسخه الخامسه ان احنا سيتم يعني عرض المؤتمر او تقديمه بشكل حضوري وبشكل اونلاين، علشان برضو يعني هيبقى في بث مباشر للناس اللي ما عرفوش يحضروا، ونتمنى ان شاء الله يعني السنه المقبله ان يكونوا معنا في المؤتمر ان شاء الله. جميل جدا. السيد المهندس عبد الرحمن محمد رجب رئيس فرع الفلك في رابطة خريجي جامعة قطر، كل الشكر لك على يعني هذه المعلومات والتي أثريتنا بها من هذا المؤتمر. طبعا مشاهدينا يعني كانت حلقة ما شاء الله جميلة وفيها معلومات جديدة، معلمين ما شاء الله ومؤسس مشروع طبعا مشاريع جديدة مهندس. ومؤتمر قوي ما شاء الله، فتنوع في المواضيع هاي أحلى شيء في برنامجنا، ان نتنوع في المواضيع، مره ناخذكم مكان تعليم، مره ناخذكم مكان ترفيه. ترفيه لازم ننوع ان شاء الله. اذا ختام الحلقه، ونتابع ان شاء الله معا غدا بانتظار الموعد. الى اللقاء، مع السلامه.